مشاهدينا في كل مكان، بيسعدنا ان يكون في ضيافتنا اليوم سعاده السفير هاني عبد القادر شاش، مساعد وزير الخارجيه للشؤون العربيه الاسبق. سعاده السفير، اسمح لي ارحب بحضرتك معانا النهارده. اهلا وسهلا بحضرتك، يسعدني ان اكون ضيفك في الحلقه دهيت، واهلا بيكي، شرفتينا. سعاده السفير، دائما ما بنبدا بالمحطات الدبلوماسيه الخاصه بعمل حضرتك الدبلوماسي، ولكن اسمح لي انا النهارده حابه ابدا مع حضرتك قبل العمل الدبلوماسي، من بعد انتهاء حضرتك من دراسه كليه الحقوق جامعه عين شمس، والتحاق حضرتك بالعمل او التقدم لوزاره الخارجيه. الهدف من التقدم ده كان ايه، وكانت ايه الاسباب اللي خلت حضرتك تختار هذا الاتجاه؟ هي طبعا ميول واهتمامات وقراءات، فضلا عن ان دراسه القانون وبالذات ماده القانون الدولي يعني تجذب الواحد لدراسة طباقة وثقافات شعوب أخرى، وعمل مقارنة ما بين تجاربنا وتجارب هذه الشعوب، وإمكانية الاستفادة من تجارب الغير. هل كان الالتحاق بوزارة الخارجية شيء سهل بالنسبة لحضرتك، بما أن حضرتك كنت خريج كلية الحقوق، ولا كان فيه صعوبات؟ لا طبعا ما كانش سهل أبدا طبعا، لأن غير الإلمام بالمشاكل الدولية المعاصرة لازم إلمام بلغتين أساسيتين بدرجة الإجادة، كان بالنسبة لي اللغة الإنجليزية والفرنسية، وكان بيمتحن رئيس لجنة الامتحان الشفوي كان المرحوم الدكتور بطرس غالي، وهو أصلا فرانكفون. لا طبعا ما كانش سهل خالص، لا الحمد لله. يعني احنا اتذكر كان العدد المتقدم تجاوز 500 متسابق، وانتهى الى اختيار 6 فقط من 500 وشوية. كان الموضوع كان فعلا كان لا ما كانش سهل طبعا، وكان محتاج اعداد جيد وقراءة جيدة والمام جيد باللغات طبعا، الحمد لله. على ما اعتقد بالنتائج اللي حضرتك بتقول عليها ده، ادى اكيد لحضرتك نوع من انواع الدافعه، ونقدر نقول الثقه في النفس في لدى حضرتك لما دخلت هذا المجال. الحمد لله طبعا، الدراسه القانونيه كمان بتساعد كتير جدا، والاطلاع او ما يكون الانسان هوايته الاطلاع والقراءه بيدي الواحد ارضيه كويسه يقدر يستفيد منها في عمله يعني. تأكيد. سعادة السفير، أولى محطات حضرتك الدبلوماسية اللي احنا هنتحدث عنها هي الفلبين. ده حقيقي. حضرتك كنت مستشار السفارة المصرية لدى الفلبين، عايزين نعرف كان من سنة كام لسنة كام، وكانت ايه هي مهام هذا يعني هذا الأداء في حد ذاته؟ هو يعني كان فعلا أول سفرية، أول عمل كان من سنة 85 لغاية سنة 89. يعني عندنا في ميزة في الوزارة، أنت ما بتختارش البلد اللي أنت هتشتغل فيها، أنت وقدرك، على قدر ما كان الواحد مندهش ومفاجأ بالنقل للفلبين، على قد بعد كده لما الواحد سافر وعايش وعمل على قد ما استفاد، نظرا للتباين والاختلاف الشديد ما بين طبائع الشعوب الأسيوية وطبائعنا إحنا شعوب الشرق الأوسط والعربية والمسلمة، الثقافة مختلفة، العادات مختلفة، التعاملات اليومية مختلفة. حضرتك أيضا ذكرت أن الفترة دي كان فيها نوع من أنواع يعني اللا استقرار في الفلبين كدولة في حد ذاتها، كان في عدد من الانقلابات. أنا عايزة أعرف من ذاكرة حضرتك إيه بالظبط تم، وكانت إيه التحديات اللي بتواجهك في الفترة دي؟ هو طبعا ظهر الأمر أنه هو كان شيء صعب ومتعب، لكن في الحقيقة كان مفيد، لأن في ثراء في التجارب. أنا رحت 85 سنة 1985، كان فرديناند ماركوس هو رئيس جمهورية الفلبين، وهو طبعا كان بقاله فترة كبيرة، ويعني كان هناك نوع من الديكتاتورية ومصادرة للديمقراطيات، فكان في قلاقل وفي حركات معارضة متأججة ومظاهرات شبه يومية،
وانتهى الأمر بأن استجابت القوات المسلحة للمظاهرات العارمة، وحصل أن انضمت لمنافسته في الانتخابات التي كان يجري محاولة تغيير نتائجها، وهي السيدة كورازون أكينو. لكن المساجلات اليومية والاحتجاجات ووجهات النظر المتباينة كان فيها نوع من الثراء. وحقيقي يعني الممارسة الديمقراطية والوعي السياسي العام لأفراد الشعب الفلبيني كانت عالية جدا جدا جدا، وكانت الاحتجاجات احتجاجات سلمية لم يتم فيها اللجوء للعنف، إلى أن في الآخر طبعا لأن الفلبين فيها قاعدتين عسكريتين أمريكيتين، تدخلت الولايات المتحدة وأقنعت أو ضغطت على ماركوس بمغادرة البلاد، وتولت يعني المسألة الشرعية الديمقراطية خدت مجراها، وتولت خليفته أكينو زعيمة المعارضة الحكم من بعده. طبعا مما لا شك فيه أن دي كانت تجربة فريدة قوي، أن الواحد يتعايش مع أفراد الشعب الفلبيني ويسمع لهم، وكان دي طبعا محل تقارير من السفارة ومننا بترسل للقاهرة لوزارة الخارجية للاستفادة مما يجري على أرض بعيدة جدا. طبعا تربطنا بها مصالح تجارية وسياسية، وفي بعض التماثل من أننا إحنا الاثنين بننتمي لدول العالم الثالث. أنا قبل ما أتناقش مع حضرتك عن أوجه يعني نقدر نقول التماثل أو الاختلاف ما بيننا وبين الشعب الفلبيني، أنا حابة أسأل حضرتك، هل الجالية المصرية في الفترة دي كان ليها أي مشاكل أو أي معوقات، أو تعرضت لأي نوع من أنواع المشاكل في الفترة بتاعت الانقلابات اللي حضرتك كنت بتذكرها؟ هو يعني طبعا نظرا لبعد المسافة جامد جدا ما بين الفلبين ومصر، كان بيستغرق الأمر 15 ساعة طيران، ما كانش فيه جالية تعد جالية، يعني كان الأفراد المصريين يعدوا على أصابع اليدين ممن تزوج فلبينية أو بيدرس في أي جامعة وقعد فيها، كان عددهم قليل جدا، فالحمد لله ما تأثروش قوي بالأحداث اللي كانت موجودة ساعتها. ده جميل. لو اتكلمت حضرتك عن الشعب الفلبيني، حضرتك طبعا زي ما حضرتك ذكرت عاشرته فترة طويلة وشفت عاداته وتقاليده وثقافاته، هل في أوجه تشابه ما بيننا وما بينهم وأوجه الاختلاف، وهي أبرز أوجه التشابه والاختلاف ما بيننا وما بينهم كشعب؟ هو التشابه يعني قليل، فقط لأننا إحنا دولتين ننتمي للعالم الثالث، ولكن أوجه الخلاف كبيرة. الثقافة مختلفة، الفلبين كانت مستعمرة أمريكية، والدستور الفلبيني كوبي نسخة من الدستور الأمريكي. لديهم بعض المميزات في الممارسات الديمقراطية، في الإحساس بالحرية الشخصية العالي، نظام التعليم نظام جيد جدا مرتفع جدا، خريج المدارس الثانوية والجامعة مؤهلين تأهيل جيد جدا. ولكن كان أسوأ حاجة اختلال الأمن الرهيب في الفلبين. الأمن مختل، الجريمة جامدة جدا، منتشرة بطريقة نظرا لشيوع الفساد في الأجهزة الشرطية والقضائية. فده كان نتائجه أن الشارع ما كانش فيه أمن خالص ليلا، وكان المشي السير في شوارع مانيلا العاصمة بعد الساعة 8-9 بالليل مخاطرة كبيرة جدا. حضرتك ذكرت أن كانت المساحة أو يعني المسافة ما بين جمهورية مصر العربية والفلبين طبعا مسافة كبيرة، ده معناه أن برضو ما كانش فيه تبادل تجاري كما يجب، خاصة في الفترة دي، لأن طبعا الفترة دي ما كانش برضو في أوجه تبادل خاص بالطيران وغيرها من وسائل اللي ممكن تقرب المسافات شوية. ده حقيقي، ده حقيقي، كان التبادل التجاري مش هو المأمول. إحنا سعينا بعد كده ونجحنا في تعيين ممثل تجاري مستشار تجاري
ممثلين عن وزارة التجارة لتنمية التبادل الصادرات المصرية، تشجيع الصادرات المصرية للفلبين. وكان عندنا أرضية جيدة، لأن كان مصر في فترة الخمسينات كانت بتصدر، وقد تتعجبين، كانت بتصدر رز للفلبين حقيقي. حقيقي، ملفات موجودة وفيها الكلام ده. سنة 57 مصر كانت بتصدر رز للفلبين. انت بتسمعي دلوقتي حاليا عن رز فلبيني بيجي في مصر. فطبعا فترة الخمسينات وبداية كان بس الستينات التصدرات متعلقة بالمواد الغذائية، كانت الرز فقط مواد غذائية. والفلبين طبعا بحكم موقعها الجغرافي عندها محاصيل معينة، زيت النخيل وزيت جوز الهند، دي كانت أهم الواردات الواردات. من الفلبين. لكن ما نقدرش نقول أنه كان هناك تبادل تجاري على مستوى جيد ما بين الدولتين في الفترة دي. طب برضو ده خليني اسال حضرتك بقى حاجه تتعلق بالفتره الحاليه اللي احنا فيها، يعني من ذاكره حضرتك ايه الانواع المنتجات او نقدر نقول الموارد الطبيعيه اللي بتتميز بيها الفلبين اللي احنا ممكن نستفيد بيها حاليا هنا في المجتمع المصري كنوع من انواع التبادل التجاري؟ هو طبعا الفلبين دلوقتي بدأ، يعني عشان نبقى برضو صادقين، عصرت فترة من القلاقل السياسية، ولم تستقر الأمور بشكل يسمح لها بتكون مصدر هام للتصدير للبلاد المجاورة. هي عندها مشاكل مشابهة لينا من ناحية تعداد السكان. يمكن أكبر حاجة سندة الاقتصاد الفلبيني حجم العمالة الفلبينية التي تعمل بالخارج وبصفة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. دي أهم مصدر للعملة الصعبة في الفلبين. لكن هم عندهم مشاكل اقتصادية، يمكن بسبب الجو الاستوائي، وعندهم دلوقتي رز يكفي، فما عندهمش مشاكل زي في الماضي. بيستطيع إنتاج غذائه لأنه عندهم كثافة سكانية عالية، تعداد السكان تعدى 70 مليون. الاعتماد أساسا زي ما قلت لحضرتك على تصدير العمالة الفلبينية للخارج، وهي دي اللي بتجلب العملة الصعبة. وزي ما حضرتك شايفة، لو قدر لك زرت دولة خليجية في الإمارات أو السعودية، العمالة الفلبينية بأعداد كبيرة جدا، وهذا هو المصدر الأساسي للعملة الصعبة، مش منتجات فلبينية بتصدر للخارج. سعادة سفير، تاني المحطات الدبلوماسية اللي حابة ان انا اتحدث فيها مع حضرتك هي المحطة الخاصة ببلغراد. يا ريت حضرتك تكلمنا عن الفترة دي برضو، كانت من سنة كام لكام، وايه يعني ابرز التحديات اللي واجهت حضرتك في الفترة دي؟ كان ساعتها كان بلغراد عاصمة يوغوسلافيا السابقة. فترة العمل كانت من سنة 1990 ل 1994، وبرضو مش هقول لسوء الحظ، يعني دي كانت لحسن فترة الحظ الفترة نارية. دي شهدت انتهاء يوغوسلافيا بجمهورياتها المتحدة، 6 جمهوريات تفككت وحصل حرب بين الجمهوريات. طبعا كان الجانب المعتدي كانت صربيا، لأنها كانت هي المهيمنة على باقي الجمهوريات، سلوفينيا وكرواتيا والجبل الأسود والبوسنة والهرسك ومقدونيا. حصل طبعا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي تداعت النتائج والآثار على يوغوسلافيا. يوغوسلافيا مجموعة من المزيك، فيها أصول سلافية وفيها أصول تركية وفيها أبناء البوسنة والهرسك، وفي كان على ما أذكر 2 مليون زيجة مشتركة. ولكن مع الأسف مع تدخل عوامل خارجية، مع انهيار الشيوعية، حدث ما نقدرش نقول حرب أهلية لأنها كانت حرب عدوانية، ومع الأسف الشديد كان ضحاياها الأغلب كان من مسلمي جمهورية البوسنة والهرسك المسلمين. ووقف العالم المتحضر، وحضرتك سمعت عن مجزرة مذبحة سربنيتسا اللي راح فيها 20,000 رجل وشاب
تم ذبحهم تحت أعين ونظر الكتيبة الهولندية اللي كانت مفروض بتحمي هؤلاء الناس بعد أن سلموا أسلحتهم. كانت حرب مأساوية، كانت بالنسبة لنا تجارب إنسانية محزنة وصعبة جدا، ونحن لا يستطيع معظم البلاد ومنها مصر إلا إدانة هذه الحرب الوحشية. وبعد مع الأسف تدخل الناتو وتدخل الولايات المتحدة كان متأخر جدا بعد ما حصلت هذه المجازر وهذه الاعتداءات الوحشية. على المستوى الشخصي احنا طبعا انا عانيت واسرتي عانت، لان كان هناك حصار على مفروض على يوغوسلافيا، فكان مفيش مواد غذائيه كافيه، مفيش وقود، وكنت بضطر انا وزوجتي نقطع 400 كيلو الى المجر، نطلع فجرا الساعة 4 صباحا نوصل المجر، نملأ السيارة بمواد غذائية ونعود آخر النهار إلى بلجراد عشان نأمن قوتنا وقوت أولادنا لمدة 15 يوم لحين ما نعاود ونكرر هذه الرحلة ثانية. طبعا كانت أيام صعبة جدا، وفي الآخر اضطريت لإعادة أسرتي إلى القاهرة وإخراج ولادي من المدارس وتحويلهم للقاهرة، كانوا ابتدوا يلتحقوا بالمدرسة الألمانية في بلجراد. لا طبعا كانت سنوات صعبة بكل المقاييس على المستوى الشخصي، وعلى المستوى العمل كانت طبعا مفيدة جدا جدا رغم قسوتها ورغم المعاناة اللي احنا عانيناها. سعادة السفير، بما انك تحدثت عن العلاقات المصرية العربية، ده طبعا بيخليني اتكلم مع حضرتك او اسال حضرتك عن القمه العربيه اللي تمت الاخيره اللي هي 31 في نوفمبر الماضي في الجزائر، ومدى اهميتها في خلق نوع من انواع الترابط ما بين الدول العربيه مره اخرى، خاصه وانها توقفت لمده 3 أعوام نتيجه للكوفيد او الكورونا. طبعا سيادتك، مجرد انعقاد القمه بعد تعذر انعقادها لمدة 3 سنوات ده كان في حد ذاته إنجاز. طبعا الواقع العربي والتدخلات الخارجية والاختلافات الجذرية بين الدول العربية هو اللي كان بيشكل عائق كبير جدا لاجتماع شمل الدول العربية مرة تانية. حضرتك تعلمي أن ميثاق جامعة الدول العربية لم يكن بالقوة الكافية لأنه احتفظ في التصويت على القضايا الهامة بالحق على في التحفظ على بند من أي بنودها. نظرا للواقع العربي والمشاكل الموجودة حاليا وبالذات ما يحدث في سوريا طبعا، وموقف الأطراف المجاورة جيرانها من الدول العربية الأخرى، كان هو السبب الرئيسي في عدم انعقاد القمة للـ3 سنوات الماضية. المقررات اللي خرجت بها القمة لمحاولة حل المشاكل الدائمة وبالذات التصدي لأطماع القوى الإقليمية المجاورة للعالم العربي وبصفة خاصة تركيا وإيران وتدخلهم في عدد من الدول العربية. حضرتك تعلمي أن هناك قوات تركية وإيرانية على الأراضي السورية والعراقية، وهناك فلول تنظيم داعش الإرهابي الموجود في مازال في العراق وفي سوريا، ما يحدث في اليمن والتدخل الإيراني ومساعدة الحوثيين الانفصاليين أو المذهبيين ضد غالبية الشعب اليمني، كل هذه ومع الأسف الشديد طبعا بعض الأطراف العربية لم تكن القيادات لم تكن على مستوى الوعي الكافي لتجنب الانزلاق إلى هذه الخلافات العميقة، بحيث لو قارنا ما بين الموقف الدول العربية أو الموقف العربي ككل مقارنة بموقف دول الاتحاد الأوروبي التي لا يجمع بينها ما يجمع بين الدول العربية من أواصر مشتركة في العادات واللغة والدين، الجامعة العربية والقمة العربية لم تصل للأمل والأهداف المرجوة التي يتطلع إليها جموع الشعب العربي. نطمع بإذن الله القمم القادمة تستطيع تحقيق
جدول الأعمال الثابت والبنود الثابتة التي تتكرر مع كل قمة، ولا تجد معظمها حقها من التنفيذ في أرض الواقع. اتمنى ان شاء الله نتمنى في هذا بإذن فتره الله. مقبله ان يبقى فعلا يعني كله يعني عطاء للمجتمع الدولي والمجتمع العربي في حد ذاته، وان احنا نبقى على يد رجل واحد، وبنبدا بالفعل ان احنا نطبق التوصيات، خاصه ان ابرز التوصيات دي دائما ما بتكون في صالح القمه العربيه وكل بإذن الدول العربيه. الله. مشاهدينا في كل مكان، وكده انتهى معكم لقائنا مع سعادة السفير هاني عبد القادر شاش، مساعد وزير الخارجية للعلاقات العربية الأسبق. اسمحوا لي الحديث بقية في حلقة قادمة هنستكمل فيها المحطات الدبلوماسية بسعادة السفير. أتمنى لكم كل التوفيق وإلى اللقاء.